النهارده عندنا لحمه كمونيه، لحم مكعبات، كمون، دقيق، بصل وتوم، ورق لورو، حبان، ملح وفلفل، طماطم، زيت، سمنه، زبده او زيت. طبعا المهم عندي حضراتكم الكمون عندي بيكون كتير، وهنشوف دلوقتي هنعمله ازاي مع حضراتكم. كده نحط طاسه على النار، حط حبة زيت. انا عايز البصلية بتاعتي تصفر شوية، بصلية تصفر شوية. حطينا البصل مع الكرات، خليهم يصفروا، اقطع البطاطس بتاعتي وبحمرها نص تحمير عشان تبقى معايا ما تتكسرش مني بسرعة. عندنا البطاطس نقطعها مكعبات صغيره تبقى قد قطعه اللحمه. كده نعم يا باشا، اشكر الله، كلها مكعبات كده، بس لازم احمرها الاول. عندي الزيت على النار بيسخن، نعم، يبقى كده بعد اللحمة بتاعتنا كده المكعبات مقطعناها هنعمل فيها ايه؟ عشان اعملها كمونية اول حاجة بديها شوية كمون اهو، ده الكمون بتاعي. بعد كده بسيب دول احطهم فريش في الاخر، وادي حبة دقيق، تعفير الدقيق كده عشان تعمل لي شخصية للحمة اهو. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، يبقى انا حطيت كمون ودقيق. بعد كده عندي الطاسه عندي اهي بدات البصله تصفر، هنزل باللحمه بتاعتي واحده واحده كده، ببدا من الحروف عشان مش عايزها تجيب ميتها، عايزها تاخد صدمه من غير ما تجيب ميتها. يبقى كده حضراتكم ادي الحبهان، ورق لورو، الكمون الاخر اللي فاضل بحطه في الاخر خالص لما تستوي عشان يطلع ليه طعم اهو. اروح قلب قلب واحده كده ومخليها، ما بقدرش اقلب فيها كتير عشان انا خايف للبصلايه تشيط مني. كده اللحم بتاعتي بدات تتجانس مع بعضيها اهي، وادي البطاطس بعمل لها صدمه. يبقى هنا حضراتكم زي ما انتم شايفين بدات تتحور اهي، وده اللي انا عايزه ان هي ما تجيبش ميه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. دي كده يعني مخلاني زي ايه، انا مبسوط منها. بعد كده ادي بقيه الكمون بتاع الفريش عشان تديني طعم الكمون، وانزل بالطماطم بتاعتي. انا مش عايزها دايما بيكون فيها طماطم ياما، انا مش عايز، انا عايز لونها يكون براون، مش لون صلصه شغال فيه، لونها يكون غامق. سيبها كده تاكل مع بعضيها، نديها شويه ملح وفلفل، نصلي على الحبيب. طبعا واهم حاجه ان احنا ندخلها في طاجن في الفرن، هتطلع معايا جميله حلو. كده الطاجن بتاعي نحطه في الفرن يسخن معايا، نصلي على الحبيب اهو. ادي البطاطس بتاعتي، اهي، ونصلي على الحبيب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم. دي الكمونيه بتاعتنا يا جماعه، رشه كمون في الاخر في النهايه كده عشان احس بطعم الكمون حدايا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شفت يا باشا